على كل سنلقي نظرة على الحلف. الناتو منظمة عسكرية تأسست عام 1949 بناء على معاهدة الشمال الأطلسي والتي تم التوقيع عليها في واشنطن في العام نفسه، تلزم الدول الأعضاء بالتدخل للدفاع عن أي دولة تتعرض لاعتداء. هذا يعني أن القدرات العسكرية والأسلحة التي يمتلكها الحلفاء الأفراد يمكن استخدامها في أي تدخل للحلف وفي أي مكان. من ضمن تلك القطع العسكرية بالطبع طائرات F-35 الأمريكية المتطورة للغاية، وأيضا المقاتلات الهجومية من طراز F-16 والتي تمتلكها معظم الدول الأعضاء في الحلف. تمتلك أمريكا أيضا طائرات قاذفة ترسلها دوريا إلى أوروبا للمشاركة في تدريبات، وتعد طائرات B-1 لانسر من بين القاذفات الأمريكية التي تعمل بانتظام مع حلفاء الناتو. القدرة الفعالة الأخرى المضادة للغواصات هي تلك التي توفرها الفرقاطات المختلفة والتي يديرها عدد من دول الناتو، لا سيما إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، والتي تمتلك فرقاطات تتمتع بأنظمة حربية قوية للغاية ضد الغواصات. يشكل الناتو إذن نظاما للدفاع الجماعي تتفق فيه الدول الأعضاء 30 على الدفاع المتبادل ردا على أي هجوم من قبل أطراف خارجية. 3 من أعضاء الناتو وهم الولايات المتحدة، فرنسا وبريطانيا أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي ويمتلكون قدرات نووية هائلة. على سبيل المثال، قامت واشنطن بنشر رؤوس حربية نووية في 3 من الدول الحلف وهي تركيا، يرجح نشر 50 رأسا نوويا في قاعدة أنجرليك، هذا إضافة إلى نحو 100 رأس نووي في كل من ألمانيا وأيضا هولندا. بالنسبة لميزانية هذه المنظمة العسكرية، وافق حلفاء الناتو على ميزانية عسكرية للعام الحالي بنحو تريليوني دولار. تمنح الحلف صلاحيات للتدخل داخل حدود الأعضاء وخارجه، كما عليه الحال في أفغانستان وأيضا كما جرى في ليبيا.